الله وبركاته. كيف الحال أعزائي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله معلمتي. تفضلوا بالجلوس. هل حفظتم سورة الضحى؟ تعرفون أن اليوم لدينا تلاوة لهذه السورة؟ نعم معلمتي، هل لي أن أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. معلمتي، لقد سمعت السورة من أحد القراء وقد قرأها بشكل مختلف، فحفظتها بطريقته. هل لي أن أقرأها؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك القرآن بهذه الطريقة؟ وأنا أيضا سأقرأ، فقد سمعت قارئا آخر يقرأها بطريقة مقاربة. هل لي بقراءتها؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما هذا؟ لماذا تقرؤون بهذه الطريقة؟ إنكم تكسرون في الكلمات. يزن، انتظر قليلاً واسمع ما سأقول. جميع قراءاتكم صحيحة، فأنت يا يزن قرأت بقراءات صحيحة. فقد قرأت بقراءة الدوري عن أبي عمرو، وتقرأ هذه القراءة في الشام والعراق واليمن ومصر والسودان. وأنت يا شهد قرأت برواية خلف عن حمزة، وهي قراءة صحيحة أيضاً. وأما أنت يا أرجان قرأت برواية ورش،
وهي منتشرة في بلاد المغرب العربي. معلمتي، ولكن لماذا تختلف القراءات؟ كان العرب في زمن النبوة كالعرب اليوم، لديهم لهجات مختلفة. فمثلاً أهل اليمن يتحدثون العربية ولديهم لهجات مختلفة لكل منطقة، وأهل العراق كذلك، وهكذا عند أغلب العرب. فالبعض يقول بئر، وبعضهم يقول بير، ومنهم من يقول موسى ومنهم موسى. فلو طلب من كل عربي أن يتخلى عن لهجته ويتكلم بلهجة قريش لصعب عليه. وهذا التنوع اللهجي أدركه الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل يقول له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، أي على طريقة واحدة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الكبير والطفل ومن لم يقرأ كتابا قط. فغاب ثم عاد فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الكلام. ثم غاب جبريل عليه السلام وعاد فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. ورحمة بالأمة وتنوعها اللهجي أبيحت هذه القراءات اختلافات البسيطة والتي لا تخل ولا تغير المعنى والتي فيها تيسير لهذه الأمة. يا ربي فاشتبيني والقرآن.